فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة هل يسن أن يقرأ المعوذات في هذه الركعة فيقرأ الإخلاص والفلق؟ في صلاة الوتر الركعة الأخيرة هل يسن له أن يقرأ المعوذات فيقرأ الإخلاص والفلق والناس في هذه الركعة؟ نعم، ورد هذا في حديث في البلوغ، ورد في البلوغ تجدونه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الوتر بالسور الثلاث للإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والأكثر أنه يقتصر على سورة الإخلاص. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.